ورد في الحديث الشريف: وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ما معنى هذه الكلمة وعلى معرفتها؟ يعني معرفة الزهراء عليها السلام. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام له معنيان. المعنى الأول: ما بعث الله نبيا ولا رسولا في القرون السابقة منذ النبي آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إلى يوم محمد إلى يوم النبي صلى الله عليه وآله إلا وألهمه معرفة السيدة الزهراء. على معرفتها دارت القرون الأولى، لأن النبوة متقومة بمعرفة الله، لا يمكن أن يكون الإنسان نبيا حتى يكون عارفا بربه. النبوة متقومة بمعرفة الله، ومعرفة الله متقومة بمعرفة مظاهر قدرته، مظاهر عزته وعظمته. ومن أوضح مظاهر عظمته وقدرته فاطمة الزهراء عليها السلام. فالنبوة متقومة بمعرفة الله، ومعرفة الله متقومة بمعرفة وجهه. هناك وجه لله، كل شيء هالك إلا وجهه. هناك وجه لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ما هو وجه الله؟ وجه الله وجوده الظلي، ووجوده الظلي هو الوجود الذي يحكي عظمته ويحكي قدرته ويحكي إبداعه، والوجود الذي يحكي عظمته وقدرته وإبداعه هو محمد وآل محمد، وأوضح مصداق لذلك فاطمة الزهراء. إذن ما بعث نبي ولا رسول ولا ألهم وصي إلا بمعرفتها، لأن معرفتها طريق إلى معرفة الله، والنبوة متقومة بمعرفة الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: هذا الكون كله بأسره، هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، لماذا خلق؟ ما هو الهدف من خلقه؟ الهدف من خلقه معرفته بربه. حتى هذا الحجر، حتى هذا الجبل الصلد، حتى هذه الصخرة الصماء خلقت لتتعرف على خالقها، لتتعرف على بارئها. من أين نعرف هذا؟ من قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لا يوجد شيء إلا وله علاقة بربه، لا يوجد شيء إلا وهو متعرف على خالقه، لا يوجد شيء إلا وله علاقة بخالقه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله جعل لكل شيء نطقا، يعني جعل لكل شيء تسبيحا، جعل لكل شيء معرفة بخالقه تبارك وتعالى. كل شيء في الوجود خلق لكي يتعرف على خالقه، فهو يسبح بحمد خالقه. ومعرفة الخالق لها طرق، ومعرفة الخالق لها مجالات سبل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معرفة الخالق لها طرق، لها سبل، لها مجاري. ومن مجاري معرفته وسبل معرفته وسبل الوصول إليه
معرفة السيدة الزهراء، معرفتها طريق إلى معرفة الله. فإذا كان الهدف من الوجود كله معرفة الله ومعرفة الزهراء طريق إلى معرفة الله، إذن هذا الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة تعرف على ربه عن طريق معرفة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ولذلك ورد في الحديث الشريف: فطم الخلق، إنما سميت فاطمة لأن الخلق إلى كنه حقيقتها صلوات الله وسلامه.